السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. أنا بصراحة جاية مخصوص عشان أشكرك على اللي سويته معاي اليوم الصبح. إيش تشكرني عليه الله يهداك؟ أي واحد مكاني بيشوف اللي صار بيسوي نفسي وأكثر. ما أدري شو أقول لك، بس بصراحة أول مرة أحس نفسي قوية وفي إنسان واقف بظهري ضد هالمحمود هذا. محمود هذا زوجك؟ لا، هذا أبو بناتي وطليقي. ودائماً كذي تعرض لك ويأذيك؟ هو بالأول لما كنت عنده كل مرة يأذيني، بس الحين يوم تطلقنا بين فترة والثانية إذا طريت على باله يطلع لي مفاجأة بأي مكان، يسبب لي إزعاج وفوضى وخوف. مو راضي يستوعب إني ما راح أرد له لو السماء تنطبق على الأرض. والله موضوعك يعور القلب نادية. عشان كذي ما له داعي أقول لك قصتي وما له داعي أغثك. لا بالعكس، أنا أبيك تقولي لي، ترى أنا دائما أشوفك أدمنة المكتب اللي قدامي، بس عمري ما تصورت إن عندك مشاكل نفس هذه. يعني اللي أشوفك دائما مبتسمة وتضحكين وخدومة مع الكل، وأسف على الكلمة يعني كاشخة، ما يتصور إن عندك هالمشاكل. الناس دائما تحكم على الظاهر، يشوفون الواحد يضحك ويبتسم يحسبون ما عنده هموم، بس ما في إنسان ما عنده هموم يا أخ فيصل. نادية، ترى اسمك وايد حلو. أنا بعطيك رقم تليفوني. سوري يعني، بس لا سمح الله طليقش هذا تعرض لك هني ولا برا، اللي عندك رقم يدق عليه بأي وقت أنا أجيلك. لا وي، ما له داعي أدخلك. شنو ما له داعي؟ أنت من صجك. طليقش هذا عشان لا يتمادى لازم تعاملين معاه كذي، وإذا تطاول أكثر ترى باخذك بروح المخبر ونسجل عليه تعهد. مو تقولين؟ والله أنا ما أدري شو أقول لك. لا تقولين ولا شيء. قلت لك اللي مثل رجلك هذا لازم تقرصين عشان يتعلم. إذا سكتي عنه ترى يزيد. هذا الرجال ترى أعرفهم. لحظة لحظة. شكرا عن إذنك. السلامة. أنا سويت. تقول عني خفيف، أنا مو قصدي شيء. أوه وراحة وراحة تو الناس، إيش فيك الله يهداك؟ قلبي تقدم عنا. لا ما أقدر يا أخيتي، تأخرت وايد، الحين أبو سعود ينطرني. الحين يسمع أبو سعود يقول كلش وعليه قاعد على يمر ينطر، ما كنا متزوج عليه ثنتين. إيه يا معود إيش دعوة عاد؟ الريال ولا ظل طوفة، إيش الله يهداك؟ لا والله، ظل طوفة أحسن لنا. إيش بالله إيش ماخذه من هالريال؟ الحرة والقهر ويحرني ويروح يقعد عند مرته الثانية. لا والله طوف أحسن لي. ويا وداد الحين شو أسوي بعد؟ إن الله مع الصابرين يا أخيتي. بعده هو تزوج علي، ليش إني أنا ما يبي عيال؟ بعده هو معذور، عذره معاه. بعدين تدرين يعني صراحة هو مو مقصر معي، كل ما أطلب طلب يعني يداريني، عرفتي شلون؟ بعدين إحنا كبرنا يا وداد، مو مثل قبل. يعني بصراحة أنا ما قمت أهتم، ما قمت أغار مثل قبل، عرفتي؟ إيه يعني الحين الحمد لله عايشة مرتاحة وسعيدة وياه. الحين أنت لو أنت كنت على ذمة إبراهيم السندي، مو كان أحسن لك؟ كان الحين يطلع عليك وعلى عيالك يشوفك، يشوف إيش تبين. عرفتي؟ روحي روحي بيتكم، روحي بيتكم، لا أرتكب في الجريمة. روحي مع السلامة. يلا. هلا خالتي شلونك؟ هلا هلا حبيبتي، شخبارك؟ ان شاء الله يسلمك عافيتك. الله يعافيك. هلا. كنا شاي من الدوام؟ اي والله. اي الله يعطيك العافيه. الله يعافيك قلبي. اقول لك كنا وياك مصوفر. ويا خالتي لا مصوفر ولا شيء، بس مو حاطه ميك اب اليوم. اي مو تدرين جمال رباني ما يحتاج تحط لها اخضر واحمر. عن اذنكم. الله يهداك، ايش فيك وداد كذي؟ قثيتي البنيه. ست الله يخليك، روحي بيتكم، روحي بيتكم، بس روحي بيتكم. قثيت بنيه، هذه عندها احساس عشان اقثها قطيعه، قاعده تعظم بالبلعوم. يلا يلا مع السلامه. مع السلامه، مع السلامه. يا الله تقول لي قثيتيها احساس. المهم شلون جمع معك؟ لا حبيبي اليوم في وايد كان اكشن، يعني كان في وايد ناس تبارك لي وتهنيني على الخطوبة. إيه يعني ما أعرف، كان في إحساس تقول لي أن في ناس فرحانة لي وفي ناس لا. ما أعرف يمكن حاسديني عليك. تشعلج منهم طاف.
لحظة. تدري بسام؟ كان ودي لو انك شخص عادي، مو بسام الناجي المشهور اللي الكل يتشرق باسمه. ريم، ايش هالكلام؟ ماني فاهم الصراحة. الحين انت مو مستانس عشان تاخذين واحد بلوجر مشهور؟ اي بسام، بس انت تدري يعني ان انا اخر همي الماديات والفلوس. ادري حبيبتي ادري. من كذي انا حبيتك، حسيتك انت بسيطة وبريئة، وعلى فكرة ترى انا اخاف عليك وايد. حبيبي في شيء ابي اقوله لك. بنات بالجامعة عازمين على العشاء يوم الخميس بس بمطعم، عادي اروح؟ ريم انا ما احب طلعات البنات وايد، وما احب بعد الشباب يطلعونك بنظرة ويتحرشون فيك، انا غار ما اقدر. اذا يبون يعزمونك انا ما عندي مانع، بس تكون العزيمة ببيت واحدة فيهم، اوكي؟ اي حبيبي، اصلا هذا كان اقتراحي من البداية، انا قلت حق نوف انا ما احب المطاعم، ما احب لؤية المطاعم والزحمة، بس هي اصرت ان احنا نروح نتعشى بمطعم، بس خلاص. راح تكون العزيمة في بيت واحدة من البنات، ولا يهمك. بديت اللي يسمعون الكلام أنا. بعد عمري. مي فسخي هذا عن نذونك، لما تشوفيني على طول نزلي من نذونك عشان تسمعيني. سكري تليفونك وحطي راسك ونامي، باكر عندك مدرسه، مالي خلق لويا. ان شاء الله يما. زين الحين مو بعدين، الحين يما. نعم يما، بسولف معك عن موضوع مهم، بس مو انت واقفه. اذا كنتي واقفه احس انك دائما معصبه. تعالي قعدي خلينا نسولف. حاضر بالغنيمة، كاني قاعدة ومو معصبة، ايش تبين تقولين قولي. يما أنا سمعت البنات اليوم يقولون بالمدرسة إن المدرسة راح تزيد الرسوم. وشنو الجديد يا يما؟ المدارس الخاصة كل سنة يزيدون الرسوم. أي وأنت ضامنة إن أبوي راح يتم يدفع لنا هالرسوم كل سنة؟ وأنت ليش تفكرين بهالموضوع؟ لا يا يما لا تحاتينا، هذا شيء مو من اختصاصك. انت تدرين الزم ما علي دراستكم. انا مهما مريت بظروف يا يما عمري ما طلعتك ولا غيرت مدرستك، وان شاء الله بتتمين فيها انت واخواتك لين تتخرجين ان شاء الله. ايه بس انا اللي خايفه منه يا يما اذا تمينا قاطعين عن ابوي يعاند ويطلعنا من المدرسه. ودامك تحاتين كذي انا بريحك، مو ابوك اللي يدفع المصاريف. عين منو؟ انا. صدق يما؟ يا بعد عمري. انزين ليش ما قلتي لي من زمان؟ يا يما ما حبيت تشوه صورة ابوك بنظرك،
وألزم ما عليك الحين دراستك، تفكرين بعلاماتك، أبي علامات ممتازة يا يما، أبيك أنتي وخواتك ترفعون راسي، وعلي أنا مستعدة أشتغل ليل نهار ولا أخليكم تحتاجون أي أحد. يما مشكورة، الله يخليك لنا يا رب ولا يحرمنا منك. ولا يحرمني منك ولا من هالابتسامة الحلوة هذه. عمري بنيتي، خلاص ما تقطبين التليفون. تنامين على طول؟ إن شاء الله. وعد؟ وعد. يلا يما تصبحين على خير. من الصبح وانا احوس على هالورقه. عاد هذيل هناك تاخذ، تبي ناخذ لك اياهم معاي؟ لا لا رايحه وي طالعي طالعي. يعيننا وي قاعد يقحص يا وي ولا الظاهر بينزل. عاد لا هو ولا مديره ينبلعون. خذيتي الحجوه من حلجي، مديره ودر؟ اي والله الله يعيننا عليك. راح اخلص، تبي لك اخذ معاي؟ لا لا خلاص. صباح الله بالخير يما. هلا امي صباح. هاو انت للحين ما رح دوامك؟ اي يما هلا، ما ادري ايش فيها امس. ايش فيها؟ ما ادري، طول الليل ما نامت. لك هدية علمها، ما تشوف ابوها ما تناقص عمر. يما ترى امها تصير اختك. اي ادري ادري، واختي نكدية، انا ما قلت شيء. الحين من ياب طاري النكد يما، انا ما قصدت كذي، قصدت انها كانت تعبانه مريضه. تعبانه مريضه؟ شن وديتها طبيب؟ قلت لها امشي وديش طبيب، ما رضت تروح الطبيب. خذت لها حبه مسكن ونامت، بس طول الليل تون وكل شوي تقوم ترجع وانت بكرامه. اي تلقاها متسممه من هالشوشي اللي هالايام حابه فيه تاكله. يا يما اسمه سوشي، بعدين امس ما اكله سوشي، هي امس كلت بالبيت بيض. يا يما ترى مرتك تفهف بيض ما شاء الله عليها. هوش والله ما لحق على البيض، كرتون رايح كرتون راد، او ما شاء الله ايش فيها كذي مخترعه، اول مره تشوف بيض تفهف. يا يما يا بعد عمري خفي عليها، ترى هاله طيبه وتحبك. يلا انت روح دوامك لا تتاخر، وانا امر عليها. شنو يما؟ امر عليها ايش فيك؟ يا بعد عمري يا يما صج طيبه وقلبك ابيض. تسلمين يما. روح يما روح روح، لا يخصمون عليك، روح. ايش تحوى؟ صباح الخير. وينهم؟ اكو احد؟ يما يما كاني. انت ليش متاخره؟ شو اسوي؟ ما بعد زحمه الشارع مو طبيعيه. يعني مو المفروض نروح الساعه 11؟ زين قولي لي يما، انت ليش تبين نروح استقبال بنت عمتي الصبح مو بالليل؟ ترى بالليل احلى واونس، نبي نشوف الناس، نبي نحش. هذا اللي انا ابي. ما فهمتي ما شنو يعني؟ الحين اقول لك صبر. مرفر؟ يس مدام. شوفي عبد الحميد خلي يجهز السياره. اوكي مدام. يعني انت ما تعرفين اسئله عماتك اللي ما لها داعي، منو خذيته ومنو ناسبته وشصلها وفصلها، وانا هذا كله ما ابي اسمعه. زين يما يعني شنو اللي جديد من الموضوع؟ خل الكل يدري بهالخطبه. يعني انت ما تعرفين لقافتهم؟ شوفي يما بالنهايه انت مو ملزومه تقولين ولا معلومه انت ما تبين تقولينها. بعد لقافتهم وما تسوي. امشي 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 لا نتأخر. يلا انتي من صدقك؟
تبيني ابلغ البنات ان احنا كنسلنا الحفله وبنسويها في البيت والمطعم. يعني انت ما تعرفين طبايع بسام، هو ما يحبني اروح مطاعم مع رفيجاتي. عارف يا نف، سوي العزيمه ببيتكم. اي بس المطعم احنا حاجزينه، يعني اذا هو خايف السيد من شباب ولا شيء ماكو شباب. مو انا قلت له هالكلام بس هم ما رضى. عافيه اعفيني من هالاحراج وسوي العزيمه ببيتكم. احراج؟ ريم اذا عودتي بسام كذي من البدايه راح يلغي شخصيتك وما راح تقول لك كلمه وراح يتعود. سالفه مو كذي، انا ما ابي ازعل بسام واحنا تونا مخطوبين. تبين الصدق؟ انا مستانسه انه هو يغار علي، معناته انه هو يحبني وايد. يا المدمغه، غلط اللي قاعد تسوينه، اذا عودتي بسام كذي راح يتعود وراح يسوي هالشيء معك دائما. وبيلغي شخصيتك ما راح تقول لك كلمه، سمعيني، قولي ان احنا دفعنا عربون حق المطعم وخلاص ما راح يرد، ان شاء الله. نوف تكفين، انا ما ابي ازعل بسام، عافيه شوفي لي حل. استغفر الله استغفر الله. خلاص الحين ابلغ البنات انه بسوي الحفله بيتنا. صدق نوف؟ لانك وايد تحنين، بس عشان تعرفين من يحبك اكثر، انا ولا بسام ومالك. ترى انا احبك وايد والله، واحبك ترتاحين وتستانسين ست كلها. كلها خايفه منك. هلا هلا. هلا خالتي. هلا حياك. هلا ام سلام عليكم. وعليكم السلام. هلا هلا هلا. بينت فيلكه ما بقينا لك بتقلب، ما بقينا تلوع كبدك. ها يما، لا وجهك اصفر مبين. صح؟ مبين يما. ها تحسين هني حراره بيوفك؟ حار هني؟ لا بس عوارب بطني ما ادري. لا لا مبين يا يما، ظهرك ما عورت؟ لا كلش. علش من هالعوار؟ ما ادري شكله، ما ادري شيء اكلته وحشني مغص مو طبيعي كلش. واي يعني العوار من المغص؟ اي اي هذا كله من اكل المطاعم. مليت وانا اقول لا تاكلوا من المطاعم، يوزوا من اكل برا، ماكو فايده فيك الله يهداك. اقول دقي دقي على امك، دقي على امك، خلت وديك الطبيب بعد ما يصير تدقين على سلمان تطلعينه من الدوام عشان يوديك على شويه مقص. ان شاء الله خالتي الحين بقوم ادق. وعقلي شويه، يوزي يوزي بس اشتفرفر بالمجمعات 24 ساعه من مطعم لمطعم من مكان لمكان، تاكلون كله من اكل برا مو زين. وش فيها انقلبت علي؟ الو. هلا يما. اي بالشركه، قولي. يما اللي قاعد تقولينه مو منطقي. عمتي تزعل عشان ما عزمتيها على خطبتي وانا اللي ابتلش؟ لا والله، مو انت اللي اخترت لنا وحده مو من مواخذنا ولا من اصلنا وفصلنا؟ شلون تبيني اعزم عماتك وانت عارف انه ما يعجبهم العجب؟ يما خلاص اعطيني فتشه، خليني استانس بالخطبه شوي. ما يصير كل ما كلمتيني ولا شفتيني تلوميني. اي انا قلت لك البنت زينه وانا احبها وشاريها، رحموني شوي. اذا مو عشانها عشاني على الاقل احترموني. وانت عبالك قرار الزواج يخصك هذا بروحك؟ لا حبيبي، هذا نسب، يعني لازم توافق بين العائلتين ولا بتصير مشاكل. بس انت عنيد وراسك يابس، مو راضي تسمع الكلام، وما حد بيتحسف غيرك. خلاص بسام، لا تضيق خلقي توني راده من الاستقبال. يما انا مشغول شوي، بعدين اكلمك. يلا باي. يما عاد خلاص خفي عليه شوي. لا والله، يعني انت ما شفتي ملقى عمتك شلون لنا؟ كني ماكله حلال ابوها؟ هذا واحنا رايحين لها بنفسنا، كذي تعاملنا؟ صدق ما تستحي تجي لي لتحيه. المهم يما، انا لازم امشي الحين.
عصام من الصبح مو شايفته، واكيد فواز بعد على وصوله من الشركه. بصي لي عصوم وسلمي على فواز. ان شاء الله يما يوصل. عن ابنك. ابنك معك. ملفر سوي لي قهوه. نرفزتني قطيع الله يقطعها، ما ادري من جايب لنا هالاشكال. يما مياسه عندك يوم الاربعاء تسميع الصوره اللي حطتك اياها. حطتها عدل اللي بنات هذه. اي صوره زين؟ مثلا ابي على بنتي الشاطره. زين خلينا نشوف الرياضيات شنو عندك؟ رياضيات ماما عندك امتحان قصير من صفحه 30 لصفحه 34. هذيل كلهم المسائل الحين تتدربين عليهم. يلا كله الحين؟ اي الحين عشان اذا يولج بالامتحان تحلينهم بسرعه. يما انا خلص عادي العب الايباد شويه؟ لا الايباد بس بالويكند. اي بس شويه. يما اذا خليتيت العب الايباد انا بعد راح العب ليه بنخلص. ليش تخربين علينا حيسه؟ يعني بس انت تلعبين بالايباد ولا لا؟ وحش النخاسه هذه. بس بدون ما تتهاوشون، الايباد بس بالويكند، بالايام العاديه عندكم وقت تقرون لكم قصه، تراجعون لكم شيء، ما في ايباد. هذه شنو بعد؟ حلي حلي يما خلنا نشوف اختكم. يما منك نحيسه. ميو؟ انت شلون قادره تدرسين بهالازعاج هذا كله؟ يما حبيبتي انا اقدر اسوي اكثر من شغله بوقت واحد. ايش تو؟ ما شاء الله عليك. يعني متعدده المواهب ها؟ اقول لك ترى الزم ما عليك دراستك هي اللي بتنفعك، ما في اي شيء ثاني ينفعك غيرها. يما انا ناويه اتزوج غني واخليه هو يصرف علي وانا افتك. لا حبيبتي ماكو شيء مضمون، ما مضمون الا الشهاده، شهادتك الوحيده اللي تخليك ما تحتاجين احد ولا تنذلين لحد. لا اقول ليش تزوجتي ابوي؟ قراده حظي. لا يما قصدي شلون تزوجتي ابوي؟ مرت ابوي كانت تبي بس تتخلص مني، زوجتني وانا صغيره لان كنت اذكرها بامي الله يرحمها. ويعني ليش يدتي سبيكه ما تحبك؟ يا يما يدتت سبيكه ما تحب اي احد، تحب بس ولدها، وعندها كل الناس غلط بس ولدها اللي صح. بعدين يا يما انتم مالكم شغل فيني، هي تحبكم انتم احفادها، ترى لازم صله الرحم تزيد البركه وتطول العمر، لازم يا يما توصلون رحمكم. مو من كذي يا يما احنا ما نبي نزور يدتي، خايفين نلقى ابوي هناك. وليش تخافين من ابوك يا يما؟ حتى ابوك لازم تشوفونه وتقعدون معاه يا يما، واجب هذا ابوكم. لا لا احنا نخاف من ابوي وما نبي نشوفه كلش. يا يما هذا مو موضوعنا الحين، موضوعنا دراستك، شدين حيلك، ابيك تبيضين وجهي، ابي الناس بعد كم يوم يقولون شوفوا ناديه شلون تربيتها وشلون بنتها جابت علامات نهائيه، ابي نهائيه مو اقل من النهائيه. حاضر. صدق؟ أقول لك يما ترى أنا كلمت أبوك على موضوع الخطبة وقلت إن نأجل موضوع الملكة شوي. ليش يما؟ أكيد أنت للحين خايفة من بسام. الموضوع مو بسام، بسام والنعم فيه ومبين نشاريك ومغليك، من موضوع بأمه. أمه عسرة وراح تضايقك وراح تأذيك، أنا أدري وما راح تخليك بحالك. أنا أقول لو تطلعون بيت بروحكم وايد أفضل. يما لا بسام ما راح يرضى، هو من زمان قال لي انه هو عنده دور كامل وجاهز حقنا. وبعدين يما انا ودي اكسب امه، ما كرهها فيني. سالفتك اليوم قاعد ويانا؟ ما عنده سالفه. ست الحسن والدلال نايمه وحاقرته وهو قال انزل استانس ويا امي واخوي. يما ايش فيك؟ نسيتي مو اليوم الصبح قايل لك ان هاله تعبانه؟ بعدين اللي قاعد تسولفين عنها تقولين لو تدرين ايش كثر استانست لما صعدتي لها اليوم. امي صاعده حق مرتك الغرفه؟ هذه مرتك اكيد مسويه سحر حق امي. انت بس عاد على الضغط
وقال لي تعبانه مرتي تعبانه، قلت خلنا اروح تشود تفرحني وتقول لي انها حامل. رحت لها البطن من تفخها الكبرى على الفاضي. مو حامل؟ لا حامل ولا شيء. وشلون عرفتي انها مو حامل من الشوف يمه؟ ليش؟ ترى انا جايبه بطنين واعرف الحامل عيونها خاثره ما تقدر تعبانه فيها نوم، هذه ما فيها شيء، عيونها مبققه بيض كذي والبطن من تفخها الكبرى. يمه عاد حني عليها شوي، ترى مهما كان بنت اختك هذه ما يصير تقولين انها كذي يعني، وانت اللي قصدتي سلمان ياخذها، معنا بنعيد الموال. قلعتي مليت وانا اقول لكم قصب علي غلطه غلطه. يمه الحين زواجي من هاله غلطه يمه؟ اي غلطه. انا يوم زوجتك بنت اختي ابي احر ابوك اني بس زوجتك واحده من صوبي من اهلي، الا مو ابوك اللي احتار وانقذ، انا اللي انقذت. وهو ما احتار ولا انقذ، تغثيني انا ومرتي. الله يعينك والله يا اخوي، الله يعينك. انت خلاص عقابك ما راح تاخذه بالاخره، خذيته بالدنيا خلاص. انت بدل لا تطنز روح فكر بنفسك، تزوج شوف لك دبره. اي والله عليك يا العانس. انا عانس يمه؟ اي عانس. ليش فيني؟ بعدين كان هذا متزوج، ايش ماخذ من الزواج؟ انا امي تعشيني، امي تغديني، وين رايح؟ وين راد؟ تكوي هدومي، تغسل ملابسي، بعد شبي. كان ريال هذا طايح جسمه، هذا جسم واحد متزوج وهذا جسم واحد امه مجابلته. ايش حق تسوي؟ هي بصيل. قاعد تشيش امي علي زياده عشان اتوخر عنك. انت مالك شغل فيني، انت مو متزوج مستانس، مالك شغل فيني. ولا ايش رايك يمه؟ خله عانس، خله يقعد كذي باكر يندم. تعالي انت امي سوي لي تفعل لي، تزوج كون اسره. زي الاسره حق. الو الو، صباح الخير اخت ناديه، شلونك؟ شو الوقت متاخر؟ شنو اليوم ماكو دوامات؟ وي ليش الحين الساعه كم؟ اي سكر سكر، يلا يلا، مشكور مشكور. انت شلون تسكرين الالارم؟ انت ام انت تاخرت هالبنات،
يا حسرة قلبي، هذا اللي بقى بعد الحارس يقعدني عشان مدرسة بناتي. وي انا قعدهم مي ياسة مي. يلا يما يلا تأخرنا عن المدرسة. يلا قومي قومي حبيبتي منى، قومي مناتي قومي قومي أمي. يلا قومي قومي قومي، تأخرنا وايد على المدرسة يما. يما أنت تأخرت على الامتحان؟ لا إن شاء الله ما تأخرتي، بس قومي غسي وجهك وفرشي أسنانك هاي يما، عفي على الشيخة. يلا مو تنسين يما. ليش نايمة للحين؟ قومي، قاعدة أقول لك تأخرنا على المدرسة. قومي أمي حبيبتي. ما أبي أنام. والحين يما تردين من المدرسة وتنامين، إيش رأيك مو أحسن؟ تعالي أمي أنتي تعالي تعالي. يلا 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 بسرعة بسرعة بسرعة، غسي أسنانك بعد. صاير فيها شيء حاجيك ابو مريم؟ هلا. اللي بقسم الانشاءات ما داوم اليوم؟ لا والله اعتقد مو داوم. ما داوم ها؟ لا والله خايف انه يكون متعرض لها هذا مره ثانيه. وقت الحين قاعدة تمشطين شعرك؟ يعني أروح المدرسة وشعري كل شيء يعني ولا شنو؟ بعدين مو ذنبي إنك ما قعدتينا بالوقت. ما شاء الله عليك واقفة على باب الشماتة أنتي. بعدين تعالي، ليش ما تحطين لك منبه عشان إذا راحت علينا وما إلا أنتي تقعدينا؟ لا عاد وأنا قعدكم بعد؟ هذه شغلتك أنتي مو شغلتي أنا. أنتي أمنا مو أنا أمكم. زين امشي قدامي امشي يا النحيسة امشي. شنو هذا؟ شوفي منو سوي كذي بسيارتنا؟ شو مسوي؟ وهي حسرة قلبي، منو مكسر سيارتنا كذي؟ يعني ما تعرفين منو؟ ايش تقصدين؟ اكيد ابوي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة الا بالله. يا ربي شو اسوي الحين؟ اخذ نادية، توكلين على الله؟ ساعدون، من اللي مكسر السيارة كذي؟ يا سيارة هاي ايش بيها؟ شوفها. يا هاي شنو هاي؟ مكسور. هاي شنو هاي؟ هاي ام سويتي؟ تسني انا، انت الحارس مو انا. تاخذ نادي ايش مدري انا، كانوا شويه جهال يلعبون هنا يمكن ذبوا لهم كره لو شيء. اي جهال، حتى بنشر بالسياره. اي والله هذا بنشر. والله ما ادري ايش اقول لك. الله يعوض عليك. ما ادري ايش اقول لك. حسبي الله ونعم الوكيل. مصيبه هذه. حسبي الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوه الا بالله. شوفي سيدي. استغفر الله. تعالي جوليا. قشري قشري الثوم عدل والبصل وجهزي الجدر. انزين اليوم بنسوي ربيان بسرعه. صباح الخير. مسكي. هل هل يا صباح النور. شنو هذا شالكشخه؟ حبيبتي يمه. حبيبتي والله ها، مو كنا متاخره اليوم؟ لا يمه مو متاخره ولا شيء، بس كان عندنا محاضره والدكتور مسافر عشان كذي اجلها. وتدرين انا ما احب اروح الجامعه واحوس هناك لان بسام ما يرضى. ايه هل بسام شكله يغار وايد ها؟ يمه وايد يغار، تخيلي البنات كانوا مسوين لي عزيمه بس ما رضى اروح معاهم المطعم، الله يعافي نوف اللي رضت تسوي العزيمه في بيتهم، والله كان انحرشت مع البنات. عاد ابوك ربي يحفظه، يا الله الله يخليه يا رب، عمره ما تحكم فيني. الله اكبر يما، ابوي عمره ما تحكم فيك؟ ايه؟ وليش تسمين هالشيء تحكم؟ بعدين اذا الريال يحب واحده لازم يخاف عليها، وهو يفهم بامور انا ما افهم فيها. بس سام شكله تعرس مخك عدل. يما ايش فيك صرتي مثل نوف؟ كون انت تسمعين كلام ابوي وعمرك ما عصيتيه. وعلى فكرة ترى أنا تعلمت هالشيء منك. يا رب إن شاء الله بسام يكون نفس أبوك. لا يما، أبوي شيء وبسام شيء ثاني. تبين شيء؟ يلا 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 روح باي. روح روح. والله بسام وبسام. ها خلصتي البصل؟
الو هلا عبير، لو تشوفين انا وين واقفه والله تبكين علي، بين الجراجات وريايين وحاله وعبسه، سيارتي خربانه ما ادري متى تخلص، والله ما ادري. اي انا بيدي يعني بيدي يخلي تخلص السياره، بس ما اتوقع الحق اليوم اي، والله ما ادري يا عبير ما ادري. زين حبيبي زين، يلا باي. هاي هاي معلم، الله يخليك خلصها بسرعه، ترى هذه ايدي وريلي، اليوم وديت بناتي بتاكسي المدرسه. حاضر يا ست هاني. حسن واللي عافيك تراعينا بالسعر، ها مو زيد علي؟ حاضر رايك، انا نحاسبك بسعر التكلفه عشان نص عليك عم يساعدون الحارس. مشكور جزاك الله خير. انا اقول لك يا مدام، هو مين كسر لك لجام السياره كده؟ يا هالب فريجنا، حسبي الله عليه، طول عمرهم مأذين الناس. أنا لو منك أروح أشتكيهم في المخفر عشان ما يعملوها مرة ثانية. لا أنا وين والمخفر وين يا ابن الحلال، بس أنا راح أشتكيهم حق أهلهم عشان يوقفونهم عند حدهم. إن شاء الله كويس، طالما أهلهم يعلموهم الأدب إن شاء الله خير. إن شاء الله إن شاء الله. بسرعة واللي عافيك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا محمود. هلا وقفتي هذه وعلى بهدلتي، أنت ما يقدر عليك ما يقدر عليك إلا رب العالمين. من اللي بيردك عني يا رب يا رب، يهيب نفسي يا رب.